مساء الورد، مساء البخور، مساء العافية، مساء الهدايا الحلوة والذهب وكل شي حلو بالدنيا. ما أدري أحير بالهدايا الحلوة جايبيها الناس إلي، ما أدري أحير بالبيجات اللي ما أدري بيها. قلت أشغلكم بخور شوية بلكي تهدون. كافي إشاعات شهد مريضة أو مرت بوعكة صحية أو كذا، كافي قلبي، كافي أبويا. أتحصل لايكات شنو السالفة؟ ما أريد أدعى عليكم وأقول أتمنى لتقولوا يصير بيكم، لأن قلبي ما ينطيني. أنا عايشة سلام داخلي، ما أتمنى السوء لأحد، بس بطلوا إشاعات. حبوا الخير وأنتوا يا صغار ابتعدوا عن البيجات. قحط اللايكات صدق كذب، يعني على الأقل انطفد إشاعة شوية. كافي كافي دمويين، كافي وعقات صحية وموت. أنتوا عايشة السلام الداخلي، يتمنوا الخير لغيركم وفوا هاي الإشاعات المحلوة، لأنك عالم ترى يعني ما تتحمل هذا الكلام أو ما تتمنى السوء. يعني أنه تجينا مكالمات خير هاي صدق الأخبار، لا مو صدق، هاي شوية زعاطيط بالبيجات يدورون لايكات. فنصيحتي لكم طوروا من نفسكم، اهتموا بأشياء ممكن تفيدكم بالمستقبل، لأنه هاي سوالف بعدين تكبرون تقول أوه هاي سوينا بنفسنا إحنا. وهاي واردة مني لكم، واني ما بي إلا العافية وأجنن وأخبل، وأتمنى كل اللي داعيشه أنتوا تعيشوا. وردة قلبي أنتوا فرنكليف غاشي شوك. خلونا ويا هدايا الأحبة والأصدقاء. تحية لك يا كرار العقيلي، شكرا لك، نوقف لك بالأفراح. ثانك يو على أحلى هدية كلك ذوق، وشكرا على الورد يا عطر الورد. ما أدري أحب باقة ورد أيضا جميلة وصلتني من واحدة من العراقيات الحلوات الحبوبات سنيورة، شكرا يا حبيبي، ثانك يو. تسلمين، دازت لي قطع حلوة، هسا أراويكم اللبسات مالتها شقد حلوة. شكرا.